جاوني نقول لكم هذه الدوره غنسميوها الدوره الوزيعه، ما امتنعناش، صوتنا بالاجماع على تشكيله اللجان، وامتنعنا لانه الناس ما داروش منطق ديال الاشتغال. هذه مؤسسه الجامعه، هذه ماشي فيرما كيفرقوا فيها الناس الورد ولا كيتكلموا بيناتهم. ثم كاين واحد الحاجه جوهريه، الرئاسه اللي كتقول المعارضه الناس عطاوها للسيد هذا زميلنا في المجلس نحترمه عزيز عليه، ولكن كاين القانون، هذا لا ينتمي للمعارضه. كيفاش انه غادي ديروا يعني واحد الشخص لا ينتمي للمعارضه وغادي تصوتوا عليه؟ طبعا صوتنا بالرفض ودعمنا المرشح ديال الطرف اللي هو طرف المعارضه. فاذا هذه كلها رسائل، وحتى الكلمه اللي الناس ما بغاوش يتكلموا، نعاود ناكد حنا كحزب العداله والتنميه لا نحتاج الى منصه الجمال المتحدث، غادي نتكلموا باريحيه. راه المجلس الا ما كانش المدبر عنده قدره يسمع الاقتراحات ديالنا هو اللي خاسر. كنتألموا من اجل المدينه الرباط، نتألم بكل تاكيد، لان ما غاتصيبش مقترح حد، ولكن عندنا منصات كثيره باش يمكننا نتكلموا على هذا الامر هذا. ومره اخرى هذا منطق الوزيعه من اجل ارضاء واحد العدد الناس، مع كامل الاحترام لهم كاملين، ارضاء عدد الناس، اعطي هذا منصب اعطي هذا منصب، بلا ما نتكلف على امور اخرى مرتبطه بالتجربه بالكفاءه. الى هذا كلام اخر، هذا كلام اخر على كل حال. العمراني لم تكملوا نقطه النظام، ما هي الملاحظات اللي كنتو بغيتو توصلوها للرئاسه؟ انا السيد الرئيس كنت غنقول لها خمسه ديال النقاط. قلت لها الاول المقاربه التشاركيه اللي قالتها في الخطاب ما قدرتش تمارسها، لانه الناس ما كبروش في احزاب سياسيه حقيقيه، ما كيعرفوش هادشي يمارسوا بالمعقول. لذلك قلت انتم تشتغلون داخل هيئات هي الى الضيعات الفارم، والشركات اقرب منها الى الاحزاب السياسيه. الرساله الثانيه، حنا حزب العداله والتنميه قلناها لن نستجدي احدا، لن نستجدي احدا، كيبقى فينا البلاد على بلادنا، بالتاكيد يبقى فينا الحال، ولن نستجدي احدا، لم نطرق اي باب، ما غنطرقوش، لا ما يمكنش، لانه حنا مقتنعين بان العمل ديالنا كيمشي وفق مقومات. الحاجه الثالثه اللي ما سمعتش السيده الرئيسه اللي كنت غنقول لها يعني في 19 اكتوبر 2015 اللي كانت العداله والتنميه بالفرقاء ديال كتراس يعني المجلس، خدينا قرار بعيد عن المعارضه واتصلنا بالمعارضه وبوأنا المعارضه ثلاثه المقاعد من اصل 10، وبلا ما نتكلم على شكون اللي كان معنا في الاغلبيه وكان رافض هذا المقترح. وتنازل حزب العداله والتنميه وقتها لرئاسه اللجنه قناعة ان هاد الناس في المجلس كيشتغل. درنا رئاسة ديال لجنة المرافق ودرنا رئاسة ديال الشؤون الثقافية وعطينا نيابة رئاسة لجنة ديال التعمير، ما طلبوه منا حد، ولكن هذه قناعة كان عندنا في المعارضة اللي عارض في الأغلبية عفوا اللي كان عارض هذا الأمر. المسألة الرابعة، أتأسف إلا كنا كندعي وخصنا القوانين التنظيمية والقوانين تكون كذا، اليوم كاين سؤال مشروع، هل عندنا نخب عندها قدرة أن تتمثل هذه القوانين؟ أشكو في ذلك للأسف الشديد. النقطة الخامسة جوهرية، هاد الناس الآن اللي كيتكلموا بهذا المنطق، كنا باغي المادة 42 من النظام الداخلي نعطيوها معنا من خلال المبادرة والاقتراح، لأنه للأسف الشديد الناس غادي يتسناو يمتى يقول لهم جمعوا اللجان. حنا كون كانت عندنا رئاسة سنعطي معنا للمبادرة للاقتراح. يمكن نقول اليوم كاين الغالبة للأغلبية، ولكن فوقهم لا غالب إلا الله. ما هي انتظاراتكم من هذه الأغلبية؟ انتظاراتنا من الاغلبيه غندعيو معاهم بالتوفيق، حيت في نهايه المطاف الا توفقوا مدينتنا ما فيها باس نقول لهم استحقوا شابتكم شويه، ونقول لهم ما فيها باس يعاودوا يراجعوا شويه ديال الدروس، راه كاين فيهم اللي متمرس بالتاكيد، ولكن كاين يظهر لي اللي باقي زعما يحتاج الى وقت، وخص تكون شويه الاريحيه في التعامل مع الاطراف المجلس. شكرا.